واحدة ونص الواحدة. ادي 100 حباية. ثواني حبل الرجاله ما تفرغ نقله بتاع العربيه اجيب تمن نقل مع البلد. قرب يا بلاش واحده ثلاثة ونص ادي 100 حبايه. قرب يلا الواحده ثلاثة ونص 100 حبايه يا بلاش. قرب معلمين الجي في كل حاجه اللي بيشتغلوا معانا من يوم ما بيتولدوا لحد ما مالك يا رشاد؟ وكالك ايه؟ هتخش معايا؟ طبعا ازاي؟ ده ناس متزمتين محافظين ما تشفيش على حد غريب، انت تصدق عمتي مربيه بعناد. وبعدين البعناد مالوش غير مدخل واحد. طيب بسرعه اوام خلص نفسك. انا يا باشا. بنت عمتي؟ ازيك يا بنت عمتي؟ امال فين عمتي؟ خرجت امتى؟ يلا مفيش وقت. تعمل ايه عندك يا لعين؟ مستني حنفي. حنفي مين؟ حنفي القبه. نعم يا روح امك. وحنفي القبه بتاعك ده بيعمل ايه في بيتي؟ بيت ايه انت قول؟ اهو ايه؟ وزيك وده اللي رجعه في ساعه زي هنا؟ هو غير مواعيد ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. طالي طيب ولم من الجيش باي حاجه. قول مين اديك على وجهك؟ انت مش بتاعي. ها ها. طب تعالى شويه بس. يا يا بوليس يا خال اهو حرامي. حرامي ايه يا جدع انت؟ ايه بتزعقوا ليه؟ ما خلاص طفيناها. ايه اللي طفيتوها؟ الحريقه. حريقه ايه؟ هو انت ما قلتلوش؟ اصل انا كنت معدي انا وصاحبي في الحاره سمعنا السيد بتاعتك تقول حريقه حريقه. طلعنا جري انا دخلت جوه طاف الحريقه وقلت له هو يبلغ المطاف ويستنى عشان يجيبه. حريقه في بيتي. يلا يلا بينا. يلا عمتك برضه؟ الجودة وقت الحقيقه يا باشا. يلا فيها 50 جلده. مش في السجن ان شاء الله؟ يعني مفيش حريقه جوه بيتي ولا حاجه. ازاي؟ السجن كان هتولع جوه. لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ الحق طفيها. خلاص يا معلم طفاها. طفاها؟ ايوه. ده نهار ابوك اسود ومش فاهم. تعالي تعالي. هنا يا باشا. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من قد ما نعدامه. بحسبك حنف القباه. نعم. حنف القباه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افراج بعد 22 سنه. وانتي؟ ها؟ انتي انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي ما قلتليش بقى انت اسمك ايه؟ منى. منى منى. عاش الاسامي يا منى. انت تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ انا كان لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا. بالحلاوه والجمال ده ومتجوز لغايه دلوقتي ازاي كمان؟ ايه
ايه ده يا جدع ده؟ البتاع ده مش عامل حاجه من ابوخي. طب تشرب ايه وريني؟ انا مش عرفت. دي كزوزه حمضانه يا ابني. كزوزه حمضانه؟ اه. لا ده شمبان يا كوردون روش. ايه؟ مين؟ الشريط الاحمر. احمر؟ احنا ده بتوع احمر ولا اخضر؟ احنا بتوع ده. ايه ده؟ ده منقوع براطيش. تاخد البرطاش شويه؟ اه. ماشي. ايه ده؟ الولايه الشروقه يا جدع ده تموت فيها. اوعي تقربي ناحيه النار. حلو يا صاحبي. لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله 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 يا عم. ايوه كده مفيش مشكله. ايدي ايديو ايدي ايديو ايدي ايديو ايدي ايديو ايديو. بس افتكر كفايه كده سيبت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو ما ضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه يا جدع انت خليها مبسوطه. عارف طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين ما تزودش عن ثلاثه لتبرطشك هي. تيجي تبرطش معانا. وقاحه وقله ادب. خد برطوشه. شوف الحواري يا عم برطوشه. اديله 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 اديله. الله يا حبي الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا ابني. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقه الاوزون تتخرم؟ دي مساله في منتهى الخطوره. الاوزون اتخرم؟ ما انتوا حق عليك. ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك كنت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت اي حاجه فيها تخرم بسهوله. الاوزون ده ولا نسبه التلوث في القاهره اللي بقت 10 اضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيه اي بني ادم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح ابو اتاتا. فين ابو اتاتا؟ فيهاش اوزون. اوزون اتخرم. قال لي يا ابن خالتي مره اتخرم من الاوزون كنا ظاهرين فكدر بقى عيني. كانت امه بقى مربيه اوزون فوق السطوح. خرم هو الاوزون من غير ابوه ما يعرف. ابوه جه بالشغل لقى الاوزون مخروم. قال له علقه. تسمك ايه؟ انا بقول لكم كده. على العموم انا هبعت لكم عنوالي تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثه براحتكم. يا امي بتاع الاوزون انت. اتصرف الاوزون. يا مدام مالك حد كلمك؟ مش ممكن مش معقول. انت تالت وهنا؟ اعلى موسى اعلى ما تهورش. اعلى ما تأذى المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما بعتنيش يا موسى. احسن برضه عشان صحتك. ايه دي بيبي دول يا استاذ؟ لسه شوفك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ.
رب ربنا توصله طول ما بحبك. ان شاء الله قدامك بحبك. مرزوق اخبار الكينج ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. ليك عادي. طعم دينا ساعة زوج. يا أمي حتى أبوك. إيه؟ قهوة بلدي؟ والله زمان وحشتوني. عيني على الحلاوة. كلام في إيه ده باشا؟ أوه. عز أمي جيب الأكل على البوفيه. أوه. مش انا يا مداء. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مداء. بلاش اغرف. سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق. هي مين؟ حب الكبير. انت مش اسمك منى؟ هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه. كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك. كل حاجه فيك بتفكرني بيها. جمالك، رقتك، عينيكي، لمسه ايديكي. كنت اول ما اشوفها اخد ايديها من ايديا كده احطها على شفايفي. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير وحسي براحة غريبة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده كده احس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام انام. عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. تسقيني بالظبط. هي كانت تبرق كده برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقتش لقيتنا يا عيني بتحكي لها على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. الكارو اسمع. عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش ناحيتها خالص. مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي.